تحياتي واحترامي لكم في كل مكان متابعي قناه الازرق. اليوم في مركز راشد دياب في احتفال درجة العالم يحتفل به سنويا، وهو احتفال بذكرى الحادثة التي حدثت للصحفي والموسيقي دانيال بيرل بعد أن تم اختطافه في كراتشي. اليوم احتفال سنوي يدور حول العالم في آلاف الاحتفالات. هذه الشخصية التي تعتبر عالمية فيما يخص اهتمامها بأن تجعل الثقافة وأن تجعل الموسيقى واحدة من أدوات توحد العالم ليخلق هذا التوافق وفقا للتعدد على مستوى العالم. اليوم تحتفل به السفارة الأمريكية، وهذا الاحتفال هو برعاية السفارة الأمريكية هنا بمركز راشد دياب للفنون. احتفال كما أسلفت بذكرى سنوية أو بذكرى حادثة اختطاف دانيال بيرل الصحفي والموسيقي في العالم. اليوم سوف تشارك في هذا الاحتفال عدة فرق موسيقية، شرحبيل أحمد وليزا شاكر وآخرون. نتمنى أن تستمتعوا بهذه الذكرى. أهلا بكم. Representatives of the Ministry of Culture, Youth and Sport. السادة وزير وممثلي وزارة الثقافة والشباب والرياضة. Representatives of the Ministry of Information and Communication. السادة وزير وممثلي وزارة الإعلام والاتصالات. Colleagues of the Diplomatic Corps. السادة الزملاء من السلك الدبلوماسي. Members of the media, supporters of the arts, friends and guests. السادة الإعلاميين والصحفيين ومساندي الفنون والأصدقاء والضيوف. The United States Embassy, the Union of Sudanese Modern Music and Jazz Groups, and the Rashid Diab Art Center have joined together for a program unique to the month of October. لقد انضمت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم. لقد ضمت جهودها مع اتحاد الفرق الموسيقى الحديثة والجاز ومركز راشد دياب للفنون للمشاركة في تقديم هذا البرنامج المتميز. Tonight we honor the memory of a fallen American journalist and musician, Dannielle Pearl. نقوم الليلة بإجلال ذكرى الصحفي والموسيقي الأمريكي الفقيد دانيال بيرل. Dannielle Pearl was a reporter for the Wall Street Journal who shared his passion for the pen with his passion for music. كان دانيال بيرل محققا صحفيا بالوول ستريت جورنال، وتساوى شغفه بالقلم مع حبه لقوس كمان الموسيقى. Wherever Daniel covered the news, he also played music, the violin, the fiddle, and the mandolin. حيثما ذهب دانيال لتغطية الأحداث، حافظ على عزف موسيقاه، على الكمان والآلات ذات الأقواس وعلى الماندولين. In remembering the tragic kidnapping and death of Dannielle Pearl in Pakistan in 2002, we honor the risks that journalists take every day in bringing us the news and in seeking the truth. عندما نتذكر اختطاف واغتيال دانيال بيرل المأساوي، فإننا نمجد المخاطر التي يخوضها الصحفيون كل يوم لتغطية الأخبار بحثاً عن الحقيقة. Dannielle Pearl Music Day was conceived by the family and friends of Dannielle Pearl as a concert of international friendship. فكرت أسرة وأصدقاء دانيال في إقامة أيام دانيال بيرل الموسيقية كمفهوم لإقامة صداقات دولية. It is their effort to turn the tragedy of a life lost into a call for harmony. إنه مجهودهم لتحويل مأساة الحياة التي فقدت إلى نداء ودعوة من أجل التوافق والانسجام. Up until an hour ago, 1,111 Dannielle Pearl Music Day concerts have been held in 60 different countries during the month of October this year. حتى لقبل ساعة واحدة أقيمت 1106 احتفالية بيوم دانيال بيرل في 60 دولة حول العالم.